طريقة ملء طلب تغيير الفئة الضريبية بالنسبة للأزواج أو الشركاء. أول خانة، رقم واحد كنديرو هنا الرقم الضريبي ديالنا، يعني كيكون إما في شهادة الدخل، أو ممكن تطلبو من مكتب الضريبة. رقم 2 غادي دير المدينة، يعني العنوان ديال مكتب الضريبي اللي غادي تفعلو هاد الطلب. رقم 3 العنوان ديال المكتب الضريبي السابق، إذا كنتي مثلا في واحد المدينة وغيرتيها. بالنسبة لهاد المربع اللي على اليمين، هذا خاص بالموظف، يعني ما تعمره ما والو. بالنسبة للطابلو، يعني الجدول رقم و... الجدول أ، هادو كتكتب هنا البيانات ديال الزوج أو الزوجة، المهم واحد فيهم يعني اللي صاحب الطلب، والطابلو اللي من بعدها يعني الطرف الثاني. رقم 4 كنديرو رقم الهوية الضريبة، هذا كنحصلو عليه من شتانديز أمت من بعد ما كنديرو ان ميل دون، يعني ما كنتسجلو في شتانديز أمت ولا في بيرغر بيرو. يعني هذا الرقم هذا فيه تقريبا في 11 رقم، وتيكون عند اي واحد. المهم رقم 6 غادي ديرو الاسم العائلي ديال صاحب الطلب، رقم 7 الاسم الشخصي، رقم 8 الشارع ورقم هذا ورقم المنزل، رقم 9 الرمز البريدي ديال المدينة فين ساكن وحدها المدينة، رقم 10 يعني هنا متزوج غادي دير تاريخ فوقاش تزوجتي. الخانة اللي حداها أرمل غادي دير التاريخ، ومطلق يعني الخانة الثالثة مطلق ودير التاريخ، والخانة الرابعة يعني منفصلين غدير التاريخ مفوقاش. هذا خاص بالنسبة للسطر 10. وبالنسبة لرقم 5 راه كدير هذا رقم الهوية الضريبية، والخانة اللي قبلتها تاريخ ديال الازدياد ديال الشخص، ونفوق منها رقم الهاتف الا بغيتي ديرو. بالنسبه للجدول التالي فيه البيانات ديال يعني ديال الشريك، رقم 11 سطر 11 رقم الهويه الضريبه، هذا كما قلت لكم كتحصلوا عليه من شتانديز امت او بيرغر بيرو من بعد ما كديروا الاميل دونك. والخانه الثانيه اللي حدا اللي قبلتها كديروا تاريخ الازدياد، السطر 12 الاسم العائلي، السطر 13 الاسم الشخصي، 14 الشارع ورقم المنزل، رقم 15 الرمز البريدي، والخانة اللي قبلتها يعني المدينة. بالنسبة للطابلو بي، جدول بي، هنا كديرو يعني الفئة اللي بغيتو ديروها حاليا، يعني الفئة اللي بغيتو تغيرو حاليا. بالنسبة رقم 16 هذيك الخانة اللي على اليمين اللي فيها إلستام، هذيك خاصة بواحد النوع ديال الضريبة ديال الخصم، هذيك اللي عنده اللي باغي يفعلها كيدير علامة هنا، يعني علامة هنايا، اللي ما بغاش يفعلها كيخليها خاوية يعني على حساب. وممكن هاد النوع ديال هاد الضريبة تطلبها اونلاين. بالنسبة لرقم 17 هنا كتحدد الفئة الضريبية، يعني السابق اللي بغيت يعني اللي عندك وبغيتي تغيرها. يعني بالنسبة لأغلبية مثلا إذا كان عنده الرقم الضريبي هذا اللول، يعني هاد إذا كان عنده هاد النوع ديال الرقم الضريبي هنا 3 5 غادي يدير كروه هنايا.
إلا كان عنده 4 4 غيدير كروانة، إلا كان عنده 5 4 3 غادي يدير علامة هنا، إلا كان عنده داك واحد يعني كانت واحد كيكون بالنسبة للناس اللي منفصلين ولا مطلقين ولا المهم اللي عايشين بوحدهم تيدير علامة هنا. السطر 18 يعني هتختاروا هنايا الفئة الضريبية اللي بغيتو ديرو حاليا، يا إما ديرو 3 5، هذه أغلبية ديال الأزواج كيديروها، أغلبية الأزواج كيديروا هذه، يعني الزوجة كتاخد الزوج كياخد 3 والزوجة كتاخد 5، واللي يعني متفقين على 4 4 يديروا يعني نص نص، يديروا علامة على الخانة هذه، واللي متفقين على 5 3 يديروا هذه وصافي، يعني يختاروا اللي بغاو. بالنسبة للرقم 19 كيقولك هنا يعني واش غيحسبوا لك الضريبة ابتداء من تاريخ السنة اللي تزوجتوا فيها، الا بغيتوا الا قبلتوا هذا الاختيار هذا غديروا علامة هنا، ما قبلتوش هتخليوه خاوي. هنمروا الصفحة الثانية. الصفحة الثانية هاد الجدول سي خاص يعني بالمعلومات ديالكم، يعني بالنسبة للدخل ديالكم والتقاعد وهذا. المهم فرا السطر 31 غديروا هنايا مثلا 2022، هنا غديروا مثلا 2022، هنا تزيدوا 22، هنايا تزيدوا 22. هنايا بالنسبة للسطر 32 هنا كيقول لك التقدير ديال الراتب الاجمالي السنوي، يعني غادي تشوف شحال كتخلص في الشهر وغتضربها في 12 وتكتبها هنايا. هاد البلاصه هذه خاصه، هاد البلاصه خاصه ب خاصه هاد البلاصه بصاحب الطلب، وهاد البلاصه خاصه بالزوج او الزوجه يعني الشريك. هنا غدير شحال كتربح سنويا، وبالنسبه للزوجه كذلك الى خدامه وشحال كتربح غادي تكتب هنا، ما خداماش غتخليها خاويه. سطر 33 هاد من 33 حتى 37 خاصه غير بالمتقاعدين، يعني ما عندكمش نتوما بهم غرض، خاصه غير بالمتقاعدين، انا اللي عندهم التقاعد اللي غادي يعمروا هاد السطر من 33 حتى 37، 33 34 35 36 37 خاصه بصحاب التقاعد، يعني ما عندك بها غرض. بالنسبة لسطر 38، سطر 38 خاص بالتأمين، يعني هذا التأمين يعني ديالكم، التأمين ديالكم واش مؤمن، إلا مؤمن غادي دير يا غادي دير علامة عليا، وكذلك الزوجة يعني الا عندها تامين غدير يا، ما عندهاش غدير ناين، وكذلك الا ما عندكش حتى غدير ناين، هو راه اجباري راه غيكون عندك بطبيعه الحال. بالنسبه عاود لهنايا 39 هذا خاص يعني بالتامين كذلك، ولكن اللي عندهم يعني اللي عنده شي مهنه، عنده شي مهنه، عنده شي مثلا شي محل ولا غادي يدير واش عنده داك التأمين إجباري ولا لا، إلا عنده غيدير يا عاود يدير هنايا، وغادي يشوف ويكتب هنايا النسبة. سطر 40 خاص بالاشتراك الشهري، من الأفضل تخلي خاوي إلا ما كنتوش عارفين شحال كتقطع لكم في الشهر التأمين الصحي، تخلي خاوية إلا عارفين غتكتبوا، يعني من الأفضل خليه خاوية كاع. سطر رقم 41 هادي يعني واش يعني 41 واش تلقيتي شي إعانة من صاحب العمل يعني معفية من الضريبة من الضريبة على التأمين الصحي، أغلبية غيديرو ناين، ديرو علامة على ناين. بالنسبة للسطر 42 يعني واش كتدفع شي رسوم إضافية ديال التأمين ديال الرعاية طويلة الأجل ولا مهم، إلا عندك غدير يا ما عندكش هدير ناين دير علامة على ناين.
السطر 43 هنا غادي تكتب التاريخ، وهنا غادير هنا التوقيع ديال صاحب الطلب، وهنا التوقيع ديال الشريك. وهاد الخانة هادي ما تقيسوهاش. وبالنسبة يعني السطر 44 لهذا 44 حتى 46، هذا خاص يعني بإدارة ديال الضريبة فينانس أمت، يعني ما تقيسوش، هما اللي غيعمروه وغادي يوقعوه. بالنسبة لهاد الاستمارة هذه اللي وريتكم أنا كيفاش تعمروها، هذه خاصة ب 2020، راه كل سنة كيغيروا، يقدروا مثلا يزيدوا. أغلبية التغيير كيكون في الصفحة الأولى، يعني ماشي ديما، تقريبا تيكون غير في الصفحة الأولى. انا غير وريتكم نموذج على حسب، يعني على حسب هاد ديال 2020. وهي عادة اللي بغى يعمر كيمشي لفينانس امت، كيمشي للمكتب الضريبي وكيعطيوه الفورميلا، كيعطيوه الاستمارة وكيعمرها عندهم، ولا كتدخل السيت ديالهم. انا غنحط لكم في صندوق الوصف، كتدخل الموقع ديالهم وكتعمرو اونلاين. صافي كتعمرو اونلاين وكتيريه وتديه معاك، ولا كتصيفطو لهم بار ايميل، ولا انت وكيفاش كتعامل مع الاداره ديالكم. ممكن تتواصل معاهم في التليفون وتشد معاهم وتشد عندهم ترمين وتمشي وتعمر هاد الورق هادو بستيلو. وبالنسبه يعني هاد النموذج ديال تغيير الفئه الضريبيه عندها اسباب يعني باش تغيرها، يعني ماشي غير تجي من راسك وتغيرها. بالنسبه اللي كيغيرها بحال اللي كان مثلا عازب وتزوج، ولا اللي كان مثلا مزوج وطلق، ولا مثلا اللي كان مزوج وتزاد عنده شي يعني شي ابن، حتى هو غيبدلها. وهذه كتبدل مره في السنه، ولكن لاسباب اخرى تقدر تغيرها وسط سيمانه ولا في اي فتره. يعني السبب إذا كان شي انفصال ولا طلاق، ولا مثلا فقدتي العمل ديالك، او هاجرتي، يعني هاجرتي خارج ألمانيا، فهاد الحالة هادي كتبدلها، يعني ماشي مشكل.